التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حاجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوات الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973. وخلال جلسة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، شدد الرئيس السيسي على أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم موازين القوى العالمية، لا سيما الصراع بين القوى العظمى في العالم وقتها. ووجه الرئيس السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ولمدة 10 أيام. كانت الهيئة قد أعلنت التشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس. وأوضحت الهيئة أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين ينتدبون كليا ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقد ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. أجرى المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهورية المهندس حازم عمر الكشف الطبي بمستشفى معهد نصر استعدادا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية. وخضع المهندس حازم عمر للكشف الطبي البدني والذهني بناء على القواعد التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. ومن المقرر أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانا بما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. أجرى المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران الكشف الطبي بمستشفى معهد نصر. وأعلنت الحملة الانتخابية لزهران أن المرشح الرئاسي المحتمل سوف يستكمل الكشف الطبي السبت المقبل، ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي. وفي بيان لها قالت الخارجية البريطانية إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية. وأضافت أن موسكو سترغب حتما في تجنب إغراق سفن مدنية علنا، وستتهم كذبا أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم على حد تعبيرها. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من إجمالي 29 مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية دون تقديم مزيد من التفاصيل. في سياق متصل قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا. من ناحية أخرى كشفت مصادر حكومية في برلين أن ألمانيا لم ترفض رسميا الطلب الأوكراني للحصول على صواريخ كروز من تراستوروس، لكنها أعلنت أنها لن تقدم الصواريخ المطلوبة في المستقبل المنظور. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيلقي قريبا خطابا هاما بشأن أهمية دعم أوكرانيا. وقال بايدن إن من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن لديها وسائل أخرى يمكن استخدامها لدعم أوكرانيا، وأن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس ما زالوا يدعمون كييف. The argument we reached
أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مادة تسونامي بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد. ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 6.6 درجة، ووقع بالقرب من جزيرة هيروشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كيلومتر إلى الجنوب من طوكيو.